يعني هم بتطونوا نيفا انينا بيجملوا نيفا يعني كاي تشوف ما روفي يعني عم تركتورجي نفسه عملينا ولو بعابونا يعني الدوسان هاد شوالك يعني 25000 صح هزارة يعني قالكي عم بينزع متى يعني عم دمقاسي هذا عم دعيشن عم تخازن يعني سر مسألة مازوط يواجي عم تخازنها ماز أو مازوطات بيجمرة ناوفري سر حتى أف حيوان جي نهاب ما فقريد يعني بزرعاتي يعني قوة موسم نوي أف حيواني هناك جي نهاجي يعني تأعلاف نينن يعني أعلاف جي تي يعني تشتكتيج أو جي قالكي بهايا ناوفي بخدية بزرجي يعني ناخدية بزرجي يعني أو دينابن يعني يعني بزي خوشي بربا قيمة فروشي برقو أعلاف نينن ونهاجي قوة في حالي هناك يدا بمينن باران نوي يعني إلي انقراض حتى سروا حيوان يرجي تشيبي هلا بزر هذا اليوم رحنا جبنا الطول 1.5 مليون. هلا عندي مثلا 6-7 اكياس بدها 5-6 ملايين 7 ملايين. هلا اذا ما في عندي شلون بدي اطش ارضي اخليها بعل بدي انجبها اخليها. هلا في عندي 3 اكياس ثانيه ليره سوري ما ضل عنا نروح نجيب. وين المعيشة من الدكان وين تجي على الدكان اسماني خراب البيت، لا في رقابه لا في تفتيش لا في اي شيء كان. ما في لا في رقابه ولا في تفتيش. وام نستنى رحمه الله مشان هالمطر انه ولهالحيوانات. سنة الماضية عنده كيس أرض تجي عليه خيو بدي مشان ساعة غنم يقول لك بدي 1.5 مليون. ناس ما فيه مخافة من الله. أي إنسان جيته ما عاد حد يرحم حد. كان هذا الموسم نستطيع أن نقول كان موسم سيء. كان استلامنا لهذا الموسم حوالي 185,000 طن، وهذه الكمية لا تكفي حاجتنا من البذار والطحين للسنة القادمة. لذلك المخاطر أكثرية المخاطر التي تصيب هذا المحصول، هناك آفات أيضا، آفات مرضية، آفات تصيب المحصول خاصة المحصول القمح. هذه المادة هي مادة استراتيجية لدينا ومن أهم دعائم أمن الأمن الغذائي، يعني عدا شحة الأمطار وعدا الجفاف هناك أمراض أيضا تصيب، الآفات تصيب هذا المحصول. ولدينا لجان وقاية، لجان وقاية منتشرة في مديريات الزراعة. هذه اللجان تكافح وفق الأدوية المتوفرة لدينا هذه الآفات والأمراض التي تصيب محاصيلنا.